السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في التقرير اليومي الجديد المقدم من ثينك ماركتس، معكم محمد. عندنا مجموعة من البيانات المهمة سواء النهاردة أو بكرة أو حتى يوم الجمعة، فهنشوف ونشهد تقلبات مرتفعة بشكل عام في الأسواق. نرجع النهاردة عندنا أهم الأخبار، هتكون الساعة 3:15 توقيت المملكة العربية السعودية، اللي هو مؤشر التوظيف للقطاع الخاص، ومتوقع ان هو ينخفض ب 9 مليون، ولكن افضل من القراءه السابقه. الساعه 5 توقيت المملكه العربيه السعوديه عندنا قرار الفائده للبنك المركزي الكندي، وعندنا مؤشر اي اس ام الغير صناعي، مؤشر مدير المشتريات للولايات المتحده، متوقع ان يرتفع عن القراءه السابقه. بشكل عام شايفين تحسن شهيته مخاطر في الاسواق واستمرار ضعف الدولار الامريكي، بالرغم من المظاهرات مستمرة في أغلب الولايات الأمريكية وسلبية الأرقام الاقتصادية، ولكن الارتفاعات دي كلها مدعومة أول حاجة من برامج التسيير الكمي الكبيرة والغير اعتيادية للفيدرال الأمريكي، وده اللي دعم السيولة بشكل عام، وده اللي خلانا نشوف التوفيق يضغط على الدولار الأمريكي على المدى القصير. تحسن شهية المخاطر أيضا مستمرة بسبب تفاؤل الأسواق إن الربع القادم والربع الأخير من العام 2020 أو 2020 هيكون ايجابي، وهنشوف في تعافي بشكل سواء بي او يو، ولكن التعافي بشكل عام هيرجع مرة تانية مع انخفاض وتقلص مخاطر انتشار فيروس كورونا. النفط يصل لمستويات مشفناهاش من شهر مارس، برنت عند 40 دولار، حوالي دلوقتي تكساس عند 36 دولار، وده مرتبط برضو بعوامل ان اوبك بلس منتجين اعضاء اوبك منتجين مستقلين بتزيد سيناريو او احتمال ان احنا نراهم يمددوا اتفاقية خفض الانتاج التاريخية مع تحسن الطلب، مع انخفاض او ارتفاع القدرة التخزينية الموجودة في اوكلاهاما في الولايات المتحدة. كل دوت بيدعم النفط على المدى القصير. طب تعالى نشوف التحليل الفني وايه هي اهم المستويات اللي بنتابعها، ونبدأ اول حاجة باليورو دولار. بس خلينا نبدأ باليورو دولار على اطار الزمن اليومي. اليورو دولار احنا الفتره اللي فاتت كنا بنفضل سيناريو شرائه، وبالفعل هو ارتفع لمستوى 12 20 12 30، ودي كانت اهدافنا في التقارير السابقه لو انت كنت شفتها او ممكن تشوفها من على اليوتيوب على قناتنا، ولكن الان وصل لمستويات مقاومه مهمه. ده ما يمنعش ان هو ما زال سيناريو الارتفاع لمستوى 13 و14 سيناريو محتمل بالنسبه لنا، ولكن على المدى القصير الوصول لهذه المستويات قد يدعم بعض عمليات جني الارباح لمستويات 11 80 11.50، ومن هناك ممكن نبني مراكز شرائية جديدة لاستهداف مستويات 13 و14 على المدى المتوسط. بس يرجى الانتباه برضو النهاردة من الأخبار الأمريكية، وعندنا بكرة من المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي وقرار السياسة النقدية، فده قد يؤثر على التحركات. ولكن الآن اللي شاري ممكن يجني أرباحه، اللي بيشاري ممكن ينتظر فرص شرائية، اللي يفضل المضاربة ممكن يفكر إن هو يبيع من هنا، ولكن بأوامر في خسائر فوق ال 12.73 بمستهدفات 11.80 و11.50 على المدى القصير. حتى الجنيه الاسترليني يواجه دعم وارتفاعات قياسية، وده كان بالنسبة لنا سيناريو متوقع، خاصة بعد تخطي السوق لمستويات ال 24.20 والتماسك على المدى المتوسط كان تماسك 22.50. الارتفاعات دي ممكن تستمر لغاية مستويات 26.50 او 27، اللي هي مستوى مقاومة مهم على الإطار الزمني اليومي مع التماسك الزخم الشرائي. ولكن يجري الانتباه برضو ان احنا وصلنا لمستويات مرتفعة، المفروض ان دلوقتي سيناريو الشراء مفيش اسعار جيدة للشراء، انت المفروض تنتظر اي عمليات صحية وينزل حتى لو تكون بره السوق، ولكن افضل لك دائما تنتظر. المضاربة على الجنيه الاسترليني في عمليات بيع قد تكون فيها مخاطر شوية على عكس اليورو دولار بسبب انخفاض تقلبات اليورو مقابلة الجنيه الاسترليني. الدولار الاسترالي كانت اهدافنا عند مستويات 67، ونجح السوق ان هو يوصل 68 90، مستوى برضه مقاومه مهم، وهنا برضه هنفضل على المدى القصير عمليات البيع واعاده التاكيد على مستوى 67 41 باوامر رفع خسائر مع اي اغلاق فوق مستويات 70 20 كعمليات مضاربة على المدى القصير. ولكن على المدى المتوسط لازم تشوف ان اي هبوط هيكون فرصة ليك لبناء مراكز شرائية جديدة واستهداف مستويات ال 72 على المدى المتوسط. ولكن الان زي ما قلت مفيش فرص ممكن تكون شرائية لأسعار مش جيدة للشراء. الدولار الامريكي مقابل الين الياباني نجح في كسر مقاومة 180 اللي احنا كنا مركزين عليها الفترة اللي فاتت، وده دعم مزيد من الارتفاعات، ده هيدعم مزيد من الارتفاعات. عندنا هدفنا عند ال 139
وبعديها ال 159، بس بشرط ما نشوفش اي اغلاق تحت ال 107.80 على المدى القصير، لان لو اغلق تحتيها معنى كده هيرجعني ال 107 مره تانيه. الذهب متعرض لضغوطات بيعيه، ولكن لو بصينا بصوره اكبر على اطار الزمن اليومي هنلاقي الذهب بيتحرك في شكل قناه سعريه صاعده، وممكن نعتبرها قناه، ممكن نعتبرها حركه عرضيه على المدى القصير. دلوقتي المستهدفات ان مقدر نرى ضغوطات تبعيه تستمر عند الحد السفلي لهذه القناه اللي هي عند مستوى 1703 1699، ومن هناك قد نرى امتداد مرة تانية والعودة لمستويات 1747. يعني الحركة العرضية والدخول في حركة عرضية هو أصبح السيناريو الأكثر احتمالا بالنسبة للذهب. وعلى المدى القصير أو التداولات اليومية قد نرى بعض الضغوطات البيعية تدفع السعر للهبوط مرة تانية، وخاصة إن هو ما قفلش فوق ال 25. يعني ما دام تحت ال 25 أي صعود ممكن للبيع، واستهدافات عند ال 1703 1699. من هناك ممكن نفكر في الشراء مع أول إشارة إيجابية والعودة لاستهداف مستويات 1722، يعني تداول خلال الحركة العرضية. ولكن فيما لو شفنا إغلاق سلبي تحت مستويات 1695 على إطار الزمن اليومي، معنى كده خرجنا من القناة السعرية وخرجنا من الحركة العرضية، وده هيدخلنا في موجة هابطة جديدة على المستوى المدى القصير، ممكن تستهدف معنا مستويات 1682 ومنها لل 77. طيب الدولار الامريكي مقابل الكندي ضغوطات بيعيه قويه دفعت الدولار الامريكي مقابل الكندي للهبوط، وده كنا برضو يعني مرجحين السيناريو دوت في التقارير السابقه. دلوقتي وصل لمستويات 35، مستويات مهمه، ولكن مرجح لينا ان اي صعود هنبدا نبيع تاني مره تانيه، لان هنستهدف اللي هو الحد العلوي لهذه الفجوه السعريه اللي عاملها عندنا مستويات ال 34 37 1.34. ممكن تكون مستهدفات على المدى القصير، يعني ممكن تفكر في البيع مع اي صعود لمستويات 36 او 35 80، تبدا تبيع وتستهدف مستويات 34 ومنها 1.33 80. ولكن يعني مستويات البيع لازم تستنى تصحيح، الشراء لازم تستنى بعض الهبوط عشان تبني مراكز جديده. ممكن السعر الحالي سعر يعني مش جيد، انت ممكن تبني عليه مراكز، ولكن الهبوط هو سيناريو محتمل بالنسبه لنا لو انت عندك اي صفقه بيع على الدولار الامريكي مقابل الكندي. بالنسبه لخام تكساس الامريكي تجاوز مستويات 36.5. قلت في بدايه التقارير العوامل الرئيسيه اللي هو بتدعم الارتفاعات دي من المرجح انها تستمر ل 38 ومنها ال 40 دولار للبرميل، وخاصة مع تماسك مستويات الدعم اللي هي عند ال 35، مع ان السوق فوق 35 اي هبوط ممكن تشتري لمستويات 38 و40، اي اغلاق تحت ال 35 ده هيرجعنا تاني لمستوى ال 33. غير كده سيناريو الصعود هو الاكثر احتمالا. الاسهم الامريكية من بداية الاسبوع كنا بنشتري بالرغم من التوترات، وتوقع العديد ان هو ممكن نشوف بعض الهبوط بسبب مظاهرات، ولكن الداو جونز الامريكي تماسك مستويات على المدى المتوسط 24500 اللي هي شايفها ديت اللي هي الدعم دوت تمسكه، بيدي مساحة ان احنا نرى ارتفاع مستويات عندنا اهدافنا الاولانية 26650 وبعديها 27000 على المدى القصير. بس دلوقتي ما نشوفش اي اغلاق تحت مستويات 25250 على التداولات اليومية، واي هبوط يمثل الشراء تشتري من هنا، ولكن كميتك لازم تكون صغيرة في كلا الاحوال. التاكسي الالماني كنا محايدين عليه ومائلين للصعود وبالفعل ارتفع، دلوقتي عنده مقاومة مهمة عند 12250 12500، هنراقب التاكسي عليها، ولكن الواضح ان المستهدفات هتبقى عندنا 12888 مستوى المقاومه المهم اللي احنا شايفينه دوت، ولكن المقاومه ديت قد تدعمه على المدى القصير ينزل، فبالتالي انتظار المستويات ال 12150 12050 ممكن تبقى مراكز جيده لبناء مراكز شرائيه جديده. البيتكوين محاوله فاشله كسر ال 10000، احنا كنا شايفين مستوى ال 10000، ولكن دلوقتي يعتبر جنان ان اربحنا، ولكن دلوقتي هنخرج منه وهنتابعه شويه لانه برضو الان داخل في شبه حركه عرضيه. العوده دلوقتي 9200 دولار لكل واحد، سيناريو متوقع بس بدام هو بين الحركه القناه السعريه، يعني الى حد ما احنا بنكون يعني ممكن نقول ان احنا محايدين عليه النهارده ومنتظر مزيد من المعطيات. اخيرا وليس اخرا، النهارده وبكره ويوم الجمعه اخبار مهمه، تقلبات مرتفعه، السوق لازم تكون مرن، كميتك صغيره، تلتزم باوامر وفق خسائر للتغيرات الطارئه في السوق. شكرا للمتابعه، كان معكم محمد زيدان، مع السلامه.